السائلة التي رمزت لاسمها مريم تقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم الرقص للنساء داخل النساء في الأفراح رقصا خفيفا لا فاحشا، هل هذا وارد؟ بمناسبة الزواج لا بأس برقص النساء فيما بينهن، وأن يكون مستورات عن الرجال، وبشرط أن يكون الرقص المستشم، وليس الرقص الفاحش الذي المتعارف عليه الآن في فن الراقصات التي يسرفن في الرقص ويحصل منهن انكشاف لمفاتنهن، أو يلبسن ثيابا معدة للرقص مفتحة يظهر منها شيء من جسمها ومن عورتها، هذا رقص محرم. نعم.